ما يواجه المؤمن به الابتلاء هو الصبر. والصبر على فكرة لا يعني السلبية، ولا يعني أن يجلس الإنسان واضعا يده على خده هكذا مسلما الأمر فقط وتتقلب به الأحوال، لا، يأخذ بكل الأسباب المشروعة التي أراد الله وأمر الله سبحانه أن يأخذ بها الإنسان، ولكن في ذات الوقت يصبر، يعطي الأمور وقتها، يدرك أن الوقت والزمن جزء من الابتلاء والاختبار، وأدخلناهم في رحمتنا الدلالة على أن الصبر يدخلك في رحمة الله. إذا فتح لك باب الصبر مهما كان، صبر على شدة، صبر على محنة، صبر على نعمة، صبر على قوة، صبر على ضعف، صبر على مرض، صبر على صحة، وأريت من أريت الله سبحانه وتعالى وهو العليم بالنفوس منك خيرا أدخلك في رحمته.